السلام عليكم الاخوه الاخوات، كيفما بخير؟ مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبتكم بواحد الموضوع جديد. سبق لي هضرتكم في هذا الموضوع، بغيت نكمل لكم بالنسبه للناس اللي تبعوني في الموضوع اللي هضرت على المساعدات الاغاثيه ديال اقليم الباسك، وعطيتكم الفرق بين المساعده ديال المساعده المستعجله والمساعده الكبيره ديال لامبيدي. المهم فرقتكم بيناتهم. اليوم ان شاء الله غنشرحكم المساعده الكبيره ديال بايس باسكو ديال الريخي. المهم الاخوان، بزاف ديال الناس كيتواصلوا معايا، انا كنمشي على حسب المواضيع والتعليقات والميساجات اللي كيوصلوني. المهم بزاف ديال الناس كيخلطوا لكم شعبان مع رمضان. كاين كيجي الباسك كيقول لك خصك تكون عام، اللي كيقول لك 6 شهور، اللي كيقول لك 3 سنين، وبنادم كيجي وما عارف والو. وانا شرحتكم شنو هي الامرخنسيه في الفيديو اللي فات. انا غنخلي لكم اللي ما شافش الفيديو ديال الامرخنسيه غنخلي لكم في صندوق الوصف، ودخلوا وشوفوه باش تعرفوا الفرق الامرخنسيه مع اللي غنهضر فيه دابا. اليوم ان شاء الله غنهضروا على الريخي، يعني الرينتا غارانتي ثلاثة انغريسوس، يعني المدخول المضمون، المدخول المضمون العام. المهم كما كتعرفوا اقليم الباسك منطقه في شمال اسبانيا، عندها يعني حكم ذاتي، فيها بعض القوانين مختلفة على المينيستيريو، يعني عندهم شي حوايج ديالهم. واخا هما حاكمة اسبانيا والعالم الاسباني وهادي، ولكن هما كيزيدوا من عندهم شي حوايج، يعني مادام هما عندهم حكم ذاتي كيفرضوا انهم يعني يزيدوا شي صوالح في الاقليم ديالهم باش كينميو الاقتصاد ديالهم. المهم الاخوان، نهضروا في اللامبيدي. كما كتعرفوا هضرنا على الامرخنسيه، ما نزيدوش نهضروا عليها. اللي بغى الامرخنسيه يدخل في صندوق الوصف يجبر الفيديو. هضروا على اللامبيدي. اللامبيدي ناخوتي نهار اللي كتعمل شهاده السكنه، كتشد الباسبور ديالك وشهاده السكنه ديالك وكتمشي لمكتب الشغل. هو اللامبيدي داك مكتب الشغل كتقيد، فاش كتسجل فيه صافي، كتسجل فيه كيعطيوك واحد الورقه. هذيك الورقه كل 3 شهور كتجي تعمل الديماندا، كل 3 شهور كتجي كتفحد كتديكلاري بلي انت راك كاين في البايس باسكو. وهذيك الورقه هذاك كيعطيوك واحد المودو باس كتدخل له من البيرفيل ديالك، كتدخل كتعمل في بوريخيم بلو، كتعمل في جوجل اكسيدي رامي لامبيدي، كتدخل كتعمل ديك الرقم اللي كيعطيوه لك والمودو باس، وكتبقى تدخل تشوف معلومات انفورماسيون فوقاش عندك الديماندا، لا تبدلتي نمره التليفون لشي حاجه كتعلمو. المهم كتواصل معاهم في ديك الباج هذاك بالكود ديالك، وفي نفس الوقت كتدخل تشوف الكورسوات، يعني كاين بزاف ديال الكورسوات. كتدخل تشوف التكوين المهني، مثلا انت عندك هدف باغي تسجل شي تكوين مهني، تعمل شي تكوين مهني، مرحبا ما كاينش، يعني خصوصا في الدخول الدخول المدرسي مع الاوائل شهر 9 كيبداو التكوين كورسوات في التسجيل. هذه حاجة الاولى. المهم فاش كتسجل في اللامبيدي كتولي صافي، راك مع عندك شهاده السكنه وساكن واخا المهم ما كتشدش المساعده، ولكن فاش غتكمل 3 سنين، فاش غتكمل 3 سنين في الباسك، 3 سنين ماشي مسجل في اللامبيدي، 3 سنين بشهاده السكنه، وتكون انت مسجل في اللامبيدي وعندك يعني كل 3 شهور كتجي وكتديماندي بلي انت راك كاين. فاش كتكمل ديك 3 سنين اخوتي كتطلب الريخي، هذه هي الريخي، ديك المساعده ديال 900 اورو. هتقولوا لي واش انا ما عنديش الوراق واش نقدر نطلبها؟ ياه، انت عندك الكواغط ولا ما عندكش الكواغط من حقك الطلبه. واللي عنده الكواغط لا ما خصوش يكون عنده مدخول شهري. مثلا انت كنت عندك الامرخنسيه كتضباني بالامرخنسيه، فاش كملتي القانون ديالك باش تكمل تشد الريخي كيحيدوا لك الامرخنسيه ويعطيوك الريخي. هذاك الريخي اخوتي باش يعطيوها لك خصك دائما تحترم المواعيد اللي عندك على حساب الديماندا، تكون يعني مسجل في اللامبيدي، هذه طبيعة الحال، تكون عندك مثلا كورسوات، تكون كتمشي تتعلم اللغة. فاش كتمشي تسجل في اللامبيدي كتقول له مثلا انا خصني نسجل نتعلم اللغة، كيعطيوك واحد الورقة فيها كاع المدارس بالعنوان ديالهم برقم التليفون باش تمشي تتعلم اللغة الإسبانية وغراتويت. وكاينة واحدة كيسميوها إيبا، هاد إيبا خوتي من بعد نعملكم عليها فيديو، كيخصك تعمل واحد المباراة باش تسجل فيها في الاول السنه، وهذه كتبر فيها لايسو،
يعني كتشبر فيها يعني الشهادة يعترف بها في إسبانيا، يعني كتساعدك حتى في الجنسية اللي كتجي تدفع الجنسية. المهم فاش كتكمل 3 سنين انت سواء عندك الكواغط ولا ما عندكش الكواغط، كتمشي كطلبه. كاين هذاك اللي كيكون مثلا مسجل او راه او كيمشي عنده دائما معاهم، اوتوماتيكامين تي كتقلب له الريخي. فاش كتقلب لك الريخي مثلا كتولي مثلا تينا صافي كتشد الريخي، كتولي صافي كتشد لك المساعده الكبيره اللي المبلغ ديالها كيتجاوز 900 اورو، وهذا للفرد. اما العائلات كيكون الثمن ديالها زايد. وهذا الشيء هذا ما كنقولش انا، هذا الشيء كنشجع على اساس اني نشجع الناس يطلعوا الباص كيشد المساعده. انا كنقولها للناس المحتاجه، الناس اللي ما عندها حد، الناس اللي ما لقات خدمه، الناس اللي كتخرج وما كتدخلش. يعني الناس كتجيني هنايا عايشه ما عندهاش مدخول، كتخسر من جيبها، ما كتشوف راسها ما بقالهاش المصاريف، يعني عايشين غير دوك الصليب الاحمر. المهم اخوتي هنايا لهنايا لا مشيتي بالعقل ديالك، جيتي عملتي دبرتي السكنه بالليغ، السكنه الليغال يعني بشهاده السكنه بالبادرون ياك بالكونترا بكل شيء، كتكمل 6 شهور ديالك كتشد الامريكانسيه اللي المستعجله اللي كديباني بهذيك المده الزمنيه حتى تدفع الريخي. فاش كتدفع الريخي اخوتي انا قلت لكم كاين بنادم كيدفع الريخي وكاين بنادم اوتوماتيكامين كيعطيوها له. انت مثلا دفعتي الريخي كملت 3 سنين دفع مشيتي شديتي السيده باش تدفع الريخي. فاش كتدفع الريخي يعني مثلا انت دفعتي في شهر واحد وتعطلوا عليك 3 شهور ما جاوبوك، اذا انا ديك 3 شهور اللي غنستنى فيها نهار اللي غيجاوبوني راه كامله غيخلصوني في ديك 3 شهور، شحال المده الزمنيه كاع اللي كنتي كتسنى غيعطيوها لك. هذه بالنسبه للريخي، انا كنهضر على الريخي يعني رينتا غارانتيسادا دي انغريسوس، يعني المدخول المضمون العام. يعني انت فاش يعطيوك هاد المساعده كتولي عندك ديما هاد المساعده معاهم، ولكن انت بلا كواغط خصك تقلب على الكونترادا، خصك تعمل الكونترادا ديالك باش تخدم بيها. وفي نفس الوقت هذاك اللامبيدي الا كانت عندك الخدمه راه غير حيدوها لك، فاش ما تكونش عندك الخدمه وما عندكش البارو غيعطيوها لك. هذاك يعطيوها لك الا ما كانش عندك انغريسوس، باش تكون فاهمين، لا هي ولا الامرخنسيه. انت مثلا عندك واحد المدخول شهري ما غيعطيوها لكشي. كاين بزاف ديال الناس مثلا عندهم الوراق كيقول لك انا عنجي عندي 2 عامين ديال البارو. عندك 2 عامين ديال البارو وجيتي للباسك باش تضرب ديك الامرخنسيه، من بعد 6 شهور الا كانت عندك البارو طايح يقدروا يعطيو لك الامرخنسيه، مثلا يزيدوا لك شي حاجه على ديك البارو مثلا. ولا انت مثلا عندك البارو غتجيني هنايا كتقول عندها 3 سنين ويعطيوني يعطيوها لي، يعطيوها لك الا ضربتي 3 سنين، ولكن طبعا ما خصوش يكون عندك المدخول وتكون انت عندك مثلا الوراق وعندك 3 سنين في الباسك. كاين واحد الطريقه اخرى، لا عندك مثلا الوراق، عندك الوراق الاسبانيه ياك وعندك فوق 5 سنين ديال لابيدا لابوراق، عندك فوق 5 سنين ديال لاسينيسيس، يعني ما غتحتاجش 3 سنين غتحتاج غير عام، ولكن الشرط هو انك ما يكونش عندك مدخول شهري باش تشبرها. ميمكنش انت عندك مدخول يعطيوك مساعده، باش تكونوا فاهمين. هذه حاجه اخرى، شهاده عدم الملكيه كيطلبوها لكم في اللامبيدي، اللي غتجي تدفع الامرخيسيه النوبه الثانيه تجددها كيطلبوها، واللي غتجي تجدد اللي غتجي تدفع اللامبيدي ديك المساعده 900 او غيطلبوا لك شهاده عدم الملكيه. شحال هذه ما كانتش كيطلبوها، دابا كيطلبوها، عيفاش حنايا ولينا كنشكموا بعضنا وكنصعبوا على بعضنا وزيدوا زيدوا زيد. المهم خلاصه القول، انا هذه الشهاده ما كنعطيش، ما كنشجعش على المساعده، انا كنشجع الواحد يعلي على دراعه ويخدم على راسه. ولكن مادام انت يعني تشدو في وجهك البيبان قلبتي على الخدمه في جميع المناطق ما لقيتيهاش، علاش لا يا اخي تستحق تمشي لي هنايا اللي كنتي غتصرفهم شي هيا خا تصرفهم هنايا بعدا غتستافد. يعني انا عطيت الميساج بطريقه ديالي وكل واحد يفهمها كيما بغى. انا ما قاصدش اني نشجع المساعده، انا كنشجع العامل، ولكن الواحد اللي عنده مثلا ولادو هادي وكيخلص المصاريف بزاف وما كاينش خدمه في ديك الموطع، اللهم تخلصوا منه ومن بعد تستافد منه، ولا تبقى انت تماك ضايع. هذا هو الميساج ديالي اخوتي. المهم المساعده ديال لامبيدي، المساعده ديال الغوبيرنو باسكو اللي كيعطيوها لك على 3 سنين، هذيك 3 سنين خصك 900 الاورو فوق، مش عندك الكواغط ولا ما عندكش. بعض العائلات كتوصل لهم مثلا 1200 1300، الناس اللي عندهم اولادهم فاميليا نوميروسا مثلا. بالنسبه لواحد عاود كيجي كيشد الامرخنسيه كذلك، عندك الوراق وما عندكش. المهم هنا كلشي فحال فحال،
في هذا المجال هذا. بالنسبة لحاجة تاني اللي خصني نوسع عليها وخصكم تعملوها ببالكم، الواحد اللي غيجيني هنايا خصو يندمج معاهم، يعني مدرسة، التكوين، كورسوات ياك، تكون كاري ليغال قانوني، ماشي كاري شي بيت في النوار ولا داكشي، ما غيديو ما غديو راه حتى حاجه. وحاجه اخرى اللي غتكونوا يعني في الصالح ديال الواحد هو مثلا كيتسجل في الجمعيات. ملي كتكون مسجل في الجمعيات خصوصا كاريتاس، كاريتاس اخوتي كاين ناس بولاده وما عندهاش الاوراق وخدامه، خدامه مع كاريتاس كتشبر داك 400 يورو في الشهر، كيخدموا ميديا خورنادا ترابخو سوسياليس، كيخدموا معاه السوسيال داكشي اعمال اجتماعيه، كتصيفطك الكاريتاس كتصيفطك تخدم، طبعا هي اللي كتخلصك هي اللي كتكلف بك. وكاين بنادم ماشي كاع بار الفاميليا كيخدم مع كاريتاس، كيجيب ديك البركه مع كاريتاس 400 الاورو، كيجيب ديك المساعده 500 الاورو ديال الامرخنسيه، وحامد الله وعايش. وحيتاش كنجرو كنتاكف شي بلاصه قبل وكان ضايع بوبري كيخسر وهادي وما كاين والو، وجا لينا سهل عليه الله. المهم اخوتي ميساج الاخراني اللي مع نزيد نطول في الفيديو، ما كنشجعش الى المساعده، هذا في حق اي واحد سوسيال، حق اي واحد تشد في وجهه البيبان، اللهم تاخذ هاد السوسيال ديباني به تكمل القانون ديالك وسهل عليك الله تصور من وريقاتك، ولا تبقى ضايع يعني ما خدام ما والو كتصرف وهادي. المهم اخوتي هذا الميساج موصل كاع الدراري اللي عايشين في اسبانيا، انا كنهضر على الدراري اللي عايشين هنايا واللي باغين اللي كانوا غيجيوني هنا. وشحال من واحد غينتقدني ما على باليش، ما غاديش نجاوب، انا عطيت الميساج بالطريقه ديالي كل واحد يفهم كيما بغى. المهم اخوتي حتى هنا غيتسال الفيديو، خليوا لي التعاليق ديالكم من بعد نعمل مقارنه ونشوف المواضيع ان شاء الله اللي مجا باقي ان شاء الله نهضر على القصيرين اللي ما كنبغيش نهضر عليهم، ولكن غنعمل لهم واحد الموضوع اللي وصلني عليه الخدمه ديال النساء. المهم بزاف د المواضيع راه عندي ليست عن كثار نهضر عليه ان شاء الله حتى نهايه الفيديو. تهلاو فراسكم اخوتي وليله سعيده والسلام عليكم.